انا بقول لحارس مرمى الاساسي الشناوي اكيد محمد الشناوي محمد الشناوي الحقيقه حارس في الترتيب الثاني والثالث في الوقت الحالي اعتقد علي لطفي برضو حامل حراس كويسين الحقيقه اللي مش عارف ليه مش واخد مكانته يعني في المنتخب مصطفى شوبير برضو حارس من الحراس الكويسين انا شايف ان ده في الوقت الحالي يعني. لو هترتب هيبقى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير الاثنين مع بعض في نفس الليفل يعني في نفس الليفل والثالث يبقى مين الثالث انا شايف ان الثالث ممكن يكون جيل بقى صغير يعني ممكن تقدر تقول احمد نادر ممكن تقول حمزه علاء معاه يعني انا شايف ان ده هيبقى للمستقبل منتخب مصر يبقى كويس